مين فينا ما تأثرش في صغره بحركات بروسلي وحاول تقلدها، وكمان اتمنى انه يلعب لعبة الكونغ فو علشان يقدر يهزم أعدائه بكل بساطة. وعلى الرغم من ان بروسلي عاش حياة قصيرة جدا، لكنه حقق شهرة تخطت كل الحدود. النجم الراحل بروسلي اسمه الحقيقي ليجان فان بالصيني، والملقب بالتنين الصغير. اتولد يوم 27 نوفمبر سنة 1940. اتربى في الحي الصيني بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وبسبب ظروف عمل والده رجع إلى هونغ كونغ. لكن كان في تقارير صحفية بتقول إن بروسلي اتخانق مع ابن زعيم عصابة كبير وهو عمره 16 سنة، وأبوه رجع بيه للولايات المتحدة مرة تانية. درس بروسلي الفلسفة في جامعة واشنطن، وتعلم الفنون القتالية، وتخصص في لعبة الكونغ فو. والحسن حظه شافه منتج كبير وهو بيتخانق مع شخص تاني بطريقة الكونغ فو، وأعجب بحركاته السريعة جداً وعرض عليه التمثيل. رحب بروسلي بالفكرة ودخل عالم الفن، وقدم 4 أفلام، وخلى شكل الأكشن بنكهة هونغ كونغ إلى هوليوود، وغير شكل السينما الآسيوية للأبد. والأفلام اللي قدمها هم ذا بيج بوس، فاست أوف فيوري، ذا واي أوف ذا دراجون، ولعبة الموت. اتجوز بروسلي سنة 1964 من ليندا زميلة دراسته، وأنجب منها طفلين هما شان شون لي وبراندون لي. ورحل بروسلي وقت تصوير فيلم لعبة الموت يوم 20 يوليو سنة 1973. اتعددت الأقاويل إن بروسلي كان ضحية شركة الإنتاج في هوليوود ومات مسموم، وفي اللي قال إنه خد دواء غلط ومات بسببه. وعلى الرغم من إنه عاش فترة قصيرة، إلا إنه بقى رمز عالمي للتحدي.